والآن مع فقرة قصيرة وإضافية، it's optional، إذن ليست حقيقة جزء من البرنامج، وإنما هي مجموعة من الإرشادات إذا تهم هذا الكورس هذا، ولكن أيضا ممكن تطبقوها في المستقبل. إذا أولا the big challenge أو التحدي الكبير when solving a physics problem is to translate the words into symbols. إذا أول شيء هي أنك تقرأ المسألة وتفهم المسألة وتترجم، إذا المسألة اللي هي عبارة عن نص وكلمات أوكي وجمل إلى رموز وإلى صور أو تصوير. أوكي، إذا هذا الرموز هذه they will be manipulated, calculated and graphed. manipulated معناه تتعامل بهذا الرموز داخل معادلات. اوكي، calculated اذا تحسب هذا الرموز هذه او تحسب بعض من المقادير هذه، واخيرا ممكن يطلب منك انك تصورها او ترسم بيان. اذا هذه العملية هذه انك تمر من التعبير النص الى الرموز الرياضية والتعامل معها. This translation from words to symbols is the heart of problem solving in physics and in all sciences. في الحقيقة، وكمرحلة أولى، وهذه نشوفها فيما بعد، ambiguous words، إذن الكلمات اللي فيها شك، okay, and phrases must be clarified، إذن لازم توضح كل شيء. The imprecise must be made precise، إذن كل ما هو غامض يجب أن تتأكد منه. And you must arrive at an understanding of exactly what the question is asking. Okay, إذن الهدف تاعك هو أنك تفهم جيدا ما هو المطلوب. Okay, ولا تتردد. Okay, في فترة التدريب والمطالعة، إذن لن تتردد مع الأستاذ، مع زملائك. إذن ربما عندك زميلك ربما فهم المسألة أسرع منك أو أحسن منك، فتبادل الأفكار في الفترة هذه ليس هناك أي مشكلة فيه. إذن أسألوا أي شخص إلى آخره للوصول إلى هذا الهدف هذا. إذن الاستراتيجية إذن تعتمد على ثلاث مراحل. Okay, three steps: preparation, solving, and assessment. إذن هذه كنا تكلمنا عن المراحل الثلاث هذه. إذن الآن نلخص النقاط الرئيسية. إذن مرحلة preparation. Okay, you identify important elements. إذن تعرف ما هي العناصر أو المقادير الأساسية of the problem and collect information. إذن تجمع المعلومات. بعض من المعلومات موجودة في التمرين، وبعض من المعلومات ربما موجودة في أماكن أخرى من الكتاب أو من المنشورة اللي راك تشتغل عليها، أو ربما مبنية على معارفك من قبل. أوكي، والنصيحة هي أنك إذا تستغرق أو تستغل الجزء الكبير من وقتك في حل المسألة في هذا المرحلة الأولى هذه. هذا المرحلة الأولى تعتبر مهمة جدا. إذا you must spend the most time on preparation. هذه preparation هذه إذا ممكن تكون مثلا عندما ترسم صورة لتبسيط المسألة، ولأنك تجمع كل المعلومات حول الرسم هذا. إذا تذكروا، رسم بسيط أحسن من ألف كلمة. Collecting necessary information. إذا هذا المعلومة هذه، إذا تجمع المعلومة اللازمة. أوكي، هذا المعلومة هذه ممكن تكون موجودة في نص التمرين. أوكي، ممكن تكون مشار إليها. أوكي، إذا لازم تفهم أنه أشير إليها. مثلا ممكن في بعض المسائل نشير إلى عملية التباطؤ عندما نقول مثلا أنه السائق فرمل. أوكي، إذا الفرملة بالنسبة لك معناه تباطؤ، إذا لازم ترد بالك لهذا النوع من التعابير. وممكن تبحث عن المعلومة في لوحات أو في مثلا الأبندسس من الكتاب، فيها معلومات، فيها ثوابت إلى آخره، ممكن تستعملها. فيه أيضا مقادير أخرى، ممكن تعمل تقييم بدائي. أوكي، وأيضا هناك في بعض الأحيان ممكن المقادير يجب أن تقيسها. هذه مثلا ممكن تطبق هذه في الجانب العملي في اللاب مثلا. قبل ما تنهي هذا الفترة أو المرحلة الأولى، في هناك بعض من الحسابات الأولية اللي لازم تقوم بها، مثلا مسائل التحويل conversions.
أوكي، لازم تقوم بها في البداية، وخاصة إذا أعطي لك مقادير بالوحد غير الدولية، إذا لازم تحولها إلى الوحد الدولية معظم الأحيان. وهذه سوف تكون سوف يكون الحال في معظم المسائل في هذا الكورس. أوكي، معظم المسائل سوف نطلب منكم الحساب بالوحد الدولية. إذا عندما تنتهي من مرحلة التحضير هذه preparation، أوكي، فأنت أنجزت 70% أو 80% من فهمك للمسألة أو تحليلك للمسألة. يبقى لك فقط إذا مرحلة الحل يعني نفسها. إذا هذه معظم الطلاب سوف يقفزون، يعني يقرأ قراءة سريعة للمسألة ويقفز مباشرة إلى solving بدون أن يرسم، بدون أن يوضع المعطيات إلى آخره، يمر مباشرة إلى هذا المرحلة. هذا المرحلة صح هي المرحلة الرئيسية، وين توضع إذن التحليل الرياضي، إذن توضع معادلاتك وتوضع إذن المعادلة النهائية وتحسب النتيجة المطلوبة، ولكن هذه تعتمد كثيرا على فهمك للمسألة ليكون في المرحلة الأولى. تذكروا دائما هذا النقطة هذه. أخيرا عندما تلقى إذن النتيجة، أوكي، ف معظم الطلاب سوف ينتهي هنا، أوكي، ولكن أنصحكم أنكم في هذا المرحلة هذه اللي هي مرحلة التعلم والتطور والمطالعة، إذا تعودوا على تقييم أنفسكم، تقييم النتيجة وطريقتكم في التحليل. يعني كمرحلة أولى لازم أنت تكون قادر على تحكيم نفسك وتقول هل أنا مخطئ أم لا. وبعد ذلك إذا نجحت مثلا ولقيت مثلا وبرهنت أنك ربما قمت بخطأ، فتعاود ترجع إلى البريباريشن. ربما عملت خطأ في هذا المرحلة هذه، ربما الرسمة تاعك كانت خاطئة، ربما أحد المعطيات اللي تحصلت عليها ربما كتبتها خاطئة، أوكي، ربما العمليات الأولى اللي عملتها ربما عملت فيها أخطاء. وبعد ذلك ترجع إلى السولفين، ربما عملت أخطاء هنا في التعامل الرياضي وفي الحساب النهائي، أوكي؟ وهذه تكون في مرحلة الأسسمنت. إذا في مرحلة الأسسمنت لازم تسأل نفسك عدة أسئلة، مثلا السؤال الأول Does my solution answer the question that was asked؟ أوكي؟ مثلا في المسألة يطلب منك How far؟ معناه ما هي المسافة اللي قطعها؟ وانت ربما في تحمسك ربما بديت تحسب لهنا في السولفين ورحت تحسب مثلا الفترة الزمنية المستغرقة، أوكي؟ وبعد ذلك أنت فرحان تتوقف في السولفين هنا وتقول خلاص لقيت الجواب والسلام عليكم. ولكن لا، أوكي، هنا لازم تراجع. إذا أنت حسبت فترة زمنية والسؤال كان how far، طلب منك دلتا إكس، ربما طلب منك ربما مسافة مقطوعة، لهنا إذا تقول إذا أخطأت، نعود نرجع في البداية، أوكي. ثانيا ممكن تسأل نفسك Does my answer have the correct unit and number of significant figures؟ شايفين في المسألة اللي عالجناها من قلب عفوا من قبل، الحساب الصحيح من الحاسوب كان 11.25، الجواب المطبوع 11، ففي الاختبار ربما تتحصل على 11، ربما تتحصل على اختيار 12، ولازم تقوم تحكم من هو ما هو الجواب الصحيح. وهنا بطبع هذا المرحلة هذه تعتبر مهمة جدا، أوكي؟ وأيضا تتأكد من الوحدات، هل حسبت بالوحدة الدولية الصحيحة إلى آخره. سؤال آخر ممكن تسأل نفسك Does the value I computed make physical sense؟ مثلا المسألة تاعك هو شخص يمشي، شخص يمشي وتلقى مثلا سرعة مقدارها 100 كيلومتر بالساعة، فهذه لا يتوافق مع معطيات المسألة، أوكي؟ إذا هنا لازم تراجع نفسك. Can I estimate what the answer should be to check my solution؟ في البداية وفي البريباريشن عندك إمكانية أنك تتنبأ على الأقل على خصائص النتيجة تاعك. ممكن تتنبأ وتقول السرعة اللي نلقاها لازم تكون سالبة، التسارع اللي نلقاه لازم يكون موجب، وهكذا. إذن في هناك بعض من الإنديسز أو الأشياء اللي ممكن تتنبأ بها في البداية، و إذا لازم تقارن النتيجة تاعك مع هذا التنبؤات هذه. وأخيرا Does my final solution make sense in the context of the material I am learning؟ وهذه بالطبع خاصة بالكورس هذا. مثلا قلنا لكم في البداية أنه في الكورس هذا كحد أقصى
سوف نتعامل بتسارع ثابت، لن ندرس التسارع المتغير. أوكي، وبالتالي إذا لقيت أي مسألة فما تروحوش بعيدا وتعالج المسألة بتسارع متغير إلى آخره، لأنه أنكم ظنيتوا أنه تسارع متغير. أوكي، إذا هذه بالطبع المنطق اللي يتعامل مع المادة نفسها، هي مادة فيزياء لطلاب العلوم الطبية، وبالتالي موضوعها والنقاط اللي تحتويها فهي نقاط بسيطة جدا ومبسطة، لأنه نحن نعلم أن الدراسات الطبية دراسات طويلة ومعقدة، وبالتالي الماتيريال اللي يخص الفيزياء سوف يكون ماتيريال مبسط كثيرا. وبالتالي إذا ما تقولوش نفسكم أن مسائل الفيزياء مسائل معقدة ويجب أن أحلها بهذا المنظار هذا. إذا يجب دائما أن تقول أن مسائل الفيزياء بسيطة وأحاول أن أبسطها إلى أكبر حد ممكن أو أقصى حد ممكن. فيما يخص الرسمة، إذا الاقتراح هو أنك تعمل إذا pictorial representation، معناه تصوير إذا صوري، pictorial مربوط بالpicture اللي هي الصورة. أوكي، sketch the situation، حاول ترسم إذا كانت الحركة عمودية، الحركة أفقية، أو الحركة على منحنى. أوكي، establish a coordinate system، إذا نرسم مليح محاورك، محور الإكس الاتجاه الموجب، الوحد أمتار كيلومترات إلى آخره، أرسم الوحدات على هذا المحور هذا. إذا مثلا إذا كانت المسألة مثلا بالساعات، إذا ترسم بالساعات، إذا كانت بالثواني ترسم بالثواني إلى آخره. define symbols، إذا لازم هنا في المرحلة هذه ما تنساوش لهنا رانا في مرحلة preparation، المرحلة الأولى، إذا عرف كل المقادير. أوكي، وفرق مليح، مثلا إذا كان speed اكتب v، إذا كان السرعة يعني speed وعلامة اكتب vx، اكتب vy، علشان ما تنساش أنه vx vy ممكن تكون موجبة ممكن تكون سالبة، أما v يجب أن تكون موجبة. أوكي، وبعد ذلك حول الرسمة تاعك، إذا أرسم المعلومات المعروفة the known information، وأرسم المعلومات المجهولة واللي هي عادة هي المطلوبة في المسألة the desired unknown. unknown هي المجاهيل، وdesired معناه هي الهدف، هي المستهدفة. to desire معناه أود، أريد. أوكي، في المسألة هذه بدون أن ندخل إلى التفاصيل لأنه ليس هناك أي حساب، نقترح عليكم إذا مثلا في الكتاب، إذا الرسام الكتاب عندما يطبع الكتاب إذا يرسم أشياء جميلة مثل هذه. إذا لدينا هنا الجسم يتحرك من نقطة بدائية إلى نقطة نهائية، وهذه اتجاه التسارع، وهذه القيم المعروفة في المسألة، معطيات المسألة، وهذه الاختيارات، إذا هذه لازم تقوم بها في الـ preparation. أنت تختار مثلا الـ initial position، إذا ما كانتش محددة في التمرين أنت اللي تختار الـ initial instant أو اللحظة البدائية إذا كان ما كانتش معطاة في التمرين. أوكي، وأيضا السرعة البدائية بعض الأحيان أنت تفهمها من المسألة. لهنا مثلا يقول أنه الجسم أو الصاروخ، عفوا الروكت سلاد، هي مركبة وتعتمد على الدفع الصاروخي. أوكي، accelerates at 50 meter per second for 5 seconds. أوكي، إذن ليس هناك أي إشارة للسرعة البدائية، إذن حتما سوف أعتبر سرعة بدائية تساوي الصفر. إذن هذه لازم تفهمها، it is implied. أوكي، يعني موضوعة بشكل غير مباشر في المسألة. أوكي، وهذه أيضا يجب أن كل طالب ينمي في نفسه إذا هذا الكفاءة، هذه كفاءة القراءة وفهم ما هو المراد من هذا النص هذا. وعادة الطالب إذا مقارنة، هذه رسمة الكتاب وهذه الرسمة اللي يعملها الطالب. وأنا أيضا أنصحكم، لأنه في الكورسات هذه إذا تذكروا لا نهتم بشكل المسألة، عفوا بشكل الأجسام، إذا تاخذوا أي شكل تحبوه، مثلا ممكن تقول أن الصاروخ تاعي سوف أمثله بمربع، أو على الأقل استعمل نقطة فقط، استعمل نقطة ويفهم أن النقطة هذه الموشن دايجرام تاعك هو الجسم المتحرك. أوكي، وتمثل الأكسلريشن، مثل المعطيات البدائية، المعطيات النهائية، وهذه المقادير المعروفة، وهذه المقادير التي تطلب في المسألة. إذن هذه طريقة
التحضير المعطيات على أي تمرين. مسألة البريباريشن ومسألة الرسمة سوف يكون لها أهمية كبيرة في بعض المقاطع وبعض الشابترات من الكورس هذا، خاصة مثلا عندما ندرس قوانين نيوتن والفري بادي دايجرام، عندما نرسم الأجسام المختلفة بقوى مختلفة. هذا يسهل كثيرا ويساعد كثيرا على فهم المسألة. أوكي؟ وأيضا مثلا في مسائل التصادمات أو الكوليجنز، لهنا وين نرسم مثلا المسألة قبل التصادم والمسألة بعد التصادم، إذا هذه أيضا عندها أهمية. معظم الأحيان البيكتوريال ريبريزنتيشن اللي تكلمنا عنها من قبل كافية تماما. أوكي؟ وبعض الأحيان في بعض التمارين ربما اللي تكون أكثر تعقدا، ربما الطالب يجب أن يضيف أشياء أخرى، مثلا موشن دايجرام أو مثلا الجرافيكال ريبريزنتيشن، مثل مثلا بوزيشن تايم جراف أو فيلوسيتي تايم جراف إلى آخره. إذا الفيجوال أوفرفيو إذا سوف تشمل هذا البيكتوريال ريبريزنتيشن اللي تكلمنا عنها، وإضافة عن البيكتوريال ريبريزنتيشن ممكن يضيف موشن دايجرام أو مثلا أحد من الجرافات اللي تكلمنا عنها، acceleration, position أو velocity graph، وإضافة list of values بطب هي اللي تدخل داخل pictorial representation. إذن هذه اللوحة إذن تلخص المراحل الثلاثة اللي تكلمنا عنها خصيصا لمسائل الحركة على بعد واحد. أوكي؟ و constant acceleration بما أنه هي الحد الأقصى اللي عملناه، فبالتالي كل المسائل ببعد واحد constant acceleration سوف تستعملون كنصائح. أوكي؟ كنصائح. إذن هذا الإرشادات هذه. أوكي؟ إذن vertical motion, horizontal motion, speeding up, slowing down، أي حالة من هذه الحالات هذه. إذن preparation phase، preparation phase، إذن pictorial representation تشمل إذن رسمة المسألة. أوكي؟ أيضا list of values، إذن معطيات المسألة والمجاهيل التي هي مطلوبة في التمرين. ربما تضيفون على pictorial representation إذن graphical representation، مثلا motion diagram أو velocity time graph أو position time graph. أوكي؟ و solving phase، إذا هذه ما ندخلش في تفاصيلها، هذه سوف تروا إذا التطبيقات في التمارين القادمة. وأخيرا assessment، is my result believable، إذا هل النتيجة اللي تحصلت عليها إذا تدخل في المنطق، تدخل في المنطق، إذا هل يعني آمن بالنتيجة اللي تحصلت عليها. does it have proper units، does it make sense، make sense معناها نفس الشيء، believable، is it believable. أوكي؟ هل هي منطقية بالنسبة لموضوع المسألة؟